اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غنوعوا شويه، ما نبقاوش غير في البيع ديال الجلالب، ما غاديش نبقاو غير في الفصاله بوحدها اولا في موديلات بوحدهم. اليوم ان شاء الله نزولا عن طلب الاخوات المتتبعات الوفيات ديالي اللي تواصلوا معايا، وكان طلب كثير على طريقه ديال الترشيم وافكار كيفاش نحطوا الرشمه، كيفاش نخدموا الجلابه ديالنا بابسط الحوايج، وكيفاش يخدموا هما كمبتدئات، يعني ماشي محترف، باقي ما ولاوش محترفات، ان شاء الله غادي يوليو. كيفاش نخدموا هكا طلع عليهم شويه رخيصه يخدموها راسهم بيديهم، علاش لا؟ وقلت ان شاء الله كاينه هاد الجلابه هذه ديال الكريانه، قلت ان شاء الله غادي نرشمها ونوريكم طريقة ديال الرشيم ديالها، ونقول لكم السيدة الكليانة شنو بغاتنا نخدمو لها فيها. بالنسبة لهاد الكليانة هادي بغات جلابة نخدموها لها بالباكيت معين وبالحجرة ديال السيبور، هي متقلة شوية، يكفي انك تقدري يعني تخدمي غير الباكيت هذا يدور بجلابة كلها، تقدري تخدميها بالمهرس كاملة، يعني ماشي ضروري. هادي طلب ديال الكليانة شنو بغات، وحنا كنلبيو الطلب ديال الكل ان شاء الله. بالنسبة لهاد الجلابة البنات، قبل بعدا ما نبداو نصلو على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بالنسبة لهاد الجلابة هادي دورناها كاملة بالباكيت، ها هو كيبان لكم من هنايا، يعني دارت كاملة هنا في التركيز من هنايا. الكتيفات يعني غادي ثقيله شويه، كتيفات ها هما، ولكن غادي ان شاء الله غزاله، وغنشاركها معكم فاش غادي تكمل في التنبات ديالها، غنشاركها معكم ان شاء الله. ها نتوما ها هو كاينه في الكمام حتى هي، وجايه هابطه هنا في الهوابط بجوج. وبالنسبه لهنايا غادي تكون رشيمه هنا جهة الستر، يعني في النص طوق. من بعد ما تمونط الجلابة كاملة بالماكينة عادة باش بدينا فيها التنبات. المهم البنات، هنا ان شاء الله فين غادي نحطو الرشمة ديالنا. انا درت واحد الكتاب هكا باش لبغيت نرشم ميبقاش تكون الرشمة هكا راسية وتطبع ليا بسرعة. قبل من كل شيء ان شاء الله، قبل ما نبداو نوريكم الرشيمه اللي غادي تخدم هنا القدام وكيفاش غادي نرشمها، غادي نشارك معكم الانواع ديال العقيق. بالنسبه للعقيق البنات، كنخدموا بالماتسونو، ها هو ام جي بي، ها هو ماركه زوينه في التنبات، لكن مؤخرا ولاو فيها شي لوان تيتقشروا حتى همايا، ولينا كنضطروا اننا ناخذ الباكيه وناخذوها من عند الناس ديالنا اللي كنتقداو من عندهم دائما، يعني اللي دايرين فيهم الثقه كناخذوها من عندهم. وكذلك فاش كتمشي تاخديها كتقولي ليه انا غناخذها نجربها، الا ما صدقاتش ليا راه غادي نجيبها لك هكا، باش هو تيعطيك ماركه زوينه. المهم هذه كانت حسن من العبار، لكن احيانا ولينا بعض المرات كنلقاو العقيق مهرس ديال العبار ما كيتقشرش، ولينا كنلقاو هذه اللي كنشريوها بالثمن، يعني هذه كتبدا من 60 درهم الا كنتي كليانه ديالو، 60 درهم 70 درهم 80 درهم، وعلى حساب الالوان اللي بغيتي، فيها الالوان كيكونوا غاليين. بالنسبه لهاد الجلابه هذه اللي عندي، هذه خدمناها بالباكيت، الباكيت اللي كيدير 100 درهم الباكيه، يعني باكيه بحال هذه 100 درهم باش كتباع. جبته وجربته في الخل وما طرا ليه والو، صافي عاد باش اضطرينا اننا نبداو به، باش هكا ما نخسروش الكليانه ديالتنا اول حاجه، ونكونوا حنا خدامين مرتاحين وما نعاودوش الخدمه، لان الكليانه الا دات جلابيتها وصبناتها وتبدل ليها اللون راه ضروري ما ترجع عندك تقول لك عاودي لي راه هذا الشيء، واخا انت ما عندك ذنب. هادو ماركات وزعما كانوا كيبانوا بان ماركات مزيانين، لكن مؤخرا ولينا كنلقاو شويه ديال الغش، الله يهديهم يا ربي. المهم هادي كاين هاد الباكيت هذا في الذهبي، عرفتش كيبان لكم مزيان مع الكاميرا، هذا في الذهبي، هذا تا هو تيجي زوين في الجلابه، تا هو تيجي مزيان.
بالنسبه للمهرس، بالنسبه البنات هذه، هاد السيده هذه بغاتها في البرونز، ما عرفتش فين حطيت السلعه ديالت هذه، عندي شويه ديال الروينه في المحل، لذلك هذو اللي بانوا لي قراب قلت نوريهم لكم. بالنسبه لهذا ها هو تا هو ام جي بي ماتسونو، ها هو وتيكون السيري ديالو مكتوب هنايا بالكحل. هادو هما الانواع اللي غنخدموا بهم ان شاء الله. بالنسبه للحجيرات كاينين هاد الحجيرات هادو كتجي الحجره دايره بحال هكا في البرونز مع الاضاءه شويه كتجي الحجره بحال هكا. هذه بالنسبه انا من الاحسن ليا كناخذ باكيات، ما كنتقدرش السلعه هكا دي طاي، كنمشي تناخذهم جمله باش هكا كيبقاو عندي كنخدم بهم. بالنسبه لكم البنات نتوما اللي مبتدئات ما كاينش تاخدي باكيه، من الاحسن تاخدي غير البياسات هكا وتنوضي نايضه. بالنسبه لهادي، هذه بالنسبه للباكيه ديالها، هذه كاين اللي كيحسبها ب 45 درهم، كاين اللي كيحسبها ب 40 درهم، كاين اللي كيحسبها ب 55 درهم. المهم اثمنه غير محدده، كل كيبيع باش بغى، ولكن ملي تكوني كليانه وكتقدي بالجمله وهذا راه بطبيعه الحال كتاخديها نقص الثمن. كاينه في هذا الكولور هذا حتى هويا، هاد الكولور هاد الحجيرات هذه كيجيو مع كلشي، حنا تنقولوا لهم العسكري، يعني اللون اللي حطيتيها عليه كتجي مع كلشي. لهذا انا ديما تلقاو عندي هذه حيت كتفكني مع بزاف ديال الالوان، يعني تنضطر نخدم بهذه واحسن ليا. كاينه هكا كاريه، كاينه طويله، كاينه اوفال وبالنسبه للبنات كاينه هذه بهذا الشكل هذا دايره بحال هكا، وكاين هذا الشكل هذا ديال الشميشه. بالنسبه للانواع الاخرين ديال هذا ديال السيبور، كاين هذا الحجم كيتخدم بحال هكا، الصغاور هو اللي خدمنا في هذه الجلابه هذه، هانتوما شي قداش صغيور. وكاين الوسطاني ديالو، وبطبيعه الحال كاين الكبير اللي جا في هذا القياس، هذا كيكون في اللوينات وكيكون في الابي، كيكون في الجاج، يعني كيكون في بزاف ديال المسائل. كنحيدو علينا البنات هذا الشيء ونبداو ان شاء الله الرشيم ديالنا كيف ما قلنا. بالنسبه للبنات درت ليها هنايا رشيمه في الافتتاحات، رشيمه غير صغيره هانتوما. بالنسبه للبنات اللي بغا يسكريني رشيمه ها هي ديال الافتتاحات، وبالنسبه للرشمه اللي غتجي القدام انا غنشاركها معكم غنصورها لكم بالنسبه اللي بغا يسكرينيها. دونك هاد الافتتاحات البنات غادي يمشيو كاملين، هاد الرشيمه غتجي فوق فوق الافتتاحات، غيمشيو كاملين من هنايا بالمهرس، غتخدم هذه بالمهرس، نقدروا ندخلوا فيها شي زمرد هنايا في النوار باش هكا نطلعوا رشيمه، هادو كاملين بالمهرس كلهم، نجيو لهنا وغنديرو حجيره كاريه اللي هي هادي، ومن الفوق هي كاينه رشمه لكن ما غاديش تبان لكم، ما غاديش تجيكم باينه مع الكحل. دونك ان شاء الله نقادو الرشمه ديالنا، كناخدو بابي كربون. شوفوا انا لقيتو ما كنتش معوله غادي ندير معكم درس. بالنسبه لبابي كربون تا هو نهضروا عليه، كاينه هاد الماركه هادي، هادي ماركه زوينه، هادي هي اللي تناخد دائما يعني تتخرج لك، كاينين ماركات اخرين ما تيخرجوش لك في التوب مزيان. بالنسبه للتوب دائما عندك النوار غادي تخدمي بالابيض اولا بالليموني، واحسن حاجه تخدمي بهذا البيض هذا كيجيك باين مزيان واضحه لك الرشيمه ما كتغلطيش فيها. بالنسبه للالوان اخرى فيهم كاين الكحل، كاين الزراق، كاين الصفار، كاينين بزاف ديال الالوان، هادو تناخذهم اللي تيديروا درهم ونص وتتبقى عندك هكا تترشمي بها. انا راه بديت كنشروط فيهم
بديت كنقطع فيهم هانتوما بحال دابا هادي صافي هادي ما بقاتش صالحه، فقط بقات مجموعه مع هادو. ورشيمه البنات حتى هما غادي ندير لكم ان شاء الله ليهم شي فيديو باش نوريكم رشيمات ديالي. هانتوما البنات هادو هما رشيمات لي سبيسيال ديالي زعما باش تنخدم انا. هانتوما ان شاء الله غادي نحاول نصورهم لكم هكا ونديرهم لكم في فيديو. هادو هما رشيمات ديالي، يعني كاين الخفيف وكاين الثقيل. هادو كيجيو برباطيط تنبات، هانتوما هادي كتجي في الهوابط تجي زوينه. بالنسبه لهادي كتخدم في الصدر حتى هي كتجي غزاله كتطلع زوينه. هادي على عين هادو كلهم رشيمات. غادي ان شاء الله نصورهم لكم هانتوما. طلع الخير. بالنسبه لهادي كتجي خطيره 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 هانتوما، كتجي خطيره بالمهرس والحجيرات، ما فيها حتى شي حاجه المهرس والحجيرات. شفتوها وكاينه التحتاني ديالها ها هاي. هانتوما البنات هادي كتجي جهه التصدير وهادي كتهبط لتحت وها المضيمه بالنسبه اللي بغات تخدم مضمه ها هي. المهم رشيمات اللي هما راقيين وزوينين وما يعني تنخدم بهم انا ما تن شوما كاينه هذه حتى هي شو هادي تايس بشي بالمهرس والحجارات كتجي خطيره ان شاء الله. دابا نشاركهم معكم لكم شي فيديو خاص ديالهم. هانتوما بحال دابا هادي كتجي هكا فوق الراندا، شوفوا كتجي فوق الراندا سواء بالتنبات يعني فوق الحصيره. كتخدمي الحصيره اللي هي هادي زعما هابطه هكا نصطوك وكتخدمي هاد الوريضه هكا وحده ثاني هكا كتجي زوينه وراقيه وفنه وما كديموضاش. هاد الراند ديال الورده خدمنا فيها بزاف بزاف وباقي الان عليها هذا عليها الطلب. كاينه هذه حتى هي هذه على اي. بلا ما نطول عليكم الفيديو وتملوا. ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله غندير لكم فيديو خاص ديال رشيمات، نشارك معكم رشيمات ديالي اللي تنخدم بهم. المهم البنات هذه هي الرشيمه اللي غادي نخدمو ان شاء الله، هي هذه هي اللي غادي نخدمو في النسطوق. دونك تابعوا معايا غنحط الرشمه ونرجع لكم باللي طولت لكم في الفيديو. المهم البنات كنشد الرشيمه هانتوما، كنشد البابي كنحطو ها هو على النص ديال الخياطه. من الاحسن نتوما هكا تحددوا هنايا الجلابه تصلحوها هكا باش تموت لكم هاد البلاصه هادي وما ما تديرونجيكمش ملي تكونوا تخدموا. غتجيبي بابي كربون غتحطيه هكا في النص، غتشدي الرشمه ديالك غتطوي النص ديالها هكا فقط باش يبان لك النص فين كاين بحال هكا، وغادي تحطيها تحليها هكا وتحطيها هكا فوق من النص فوق من الخياطه تاع الثوب بحال هكا. تحاولي تقاديها باش ما تجيكش مايله باش هاد العريشه تيجيو فوق من الخياطه. وكتشدي بالفنيتات هكا ما تزهقش لك الرشمه ديالك. هذا البنات الرشيمه ديالنا مقاده، كنعاودو نتاكدو نجرو شويه مزيان نسيتو الفنيتات.
كاين شي فنيسات تجيبوش يدخل صافي. دابا ان شاء الله حنا قادينا غادي نبداو في الرشيم ديالنا. ومن الاحسن الا كنتي ديجا رشمه بالستيلو الزرق وبغيتي تعاودي على رشمه بدلي اللون ديال الستيلو باش هكا تعرفي راسك شنو تديري. نبداو على بركه الله البنات. وكنقدروا ديك الساعه كنقصوا في الرشمه كيف ما بغينا، يعني كاين رشيمه اللي بغينا حنا نقصوا منها راه حنا تنقصوا فيها. تبركوا هكا ورشيمه من الاحسن البنات يكون عندكم الدوبل ديالها. انا راني قلبت باش نوريكم بانني راه بعض المرات شنو تندير لرشامي كنرشمهم كنطراس نعاود نطراسيهم في الفيزلين باش هكا نهار تنبغي شي رشمه كنلقاها، حيت دابا هادو كيتقطعوا هادو دابا ديال الوراق. هادي دابا الرشمه غنخدموا بها مره واحده حتى جوج مرات صافي غادا تقطع لينا. دونك خصنا حنا نكونوا دايرين ليها الكوبي ديالها قبل ما تبدا تقطع. انتوا البنات صافي كتمشيو مع رشيمه بحال هكا ساهله كاين حتى شي مشكل. كنجيو عاوتاني لهادي بغينا نقصوا شي حاجه كيف ما قلت لكم حنا كنقصوا كنزيدوا نعدلوا حنا في الرشمه، ولو كتكون رشمه ما مقاداش بعض المرات خصنا حنا نقادوها. عندك اللي كيرشم خصو يقاد وحتى اللي كيخدم خصو يحاول حتى هو يقاد. علاش قلت لكم بقاو تبدلوا السيلوات باش هكا يبان لكم اللون اللي نتوما ديجا خدمتوا عليه. صافي هكا كتكملوا الرشمه كامله. غنكملها ان شاء الله ونرجع معكم باذن الله. ها نتوما البنات من بعد ما كملت الرشمه نحيد الفنيسات ديالي هكا. ها الرشيمه ترشمات لينا، هادشي كله كيتحيد ان شاء الله مع سميتو. بالنسبه لهاد الحجرات البنات اللي كنت وريتكم هادو اللي في البرونز، هادو هادي رشمه جابتها لنا السيده هي اللي جابت لنا الموديل وحنا طيحنا عليه الرشيمه ديالته. بالنسبه لهادو البنات هادو غادي يجيونا هنايا فوق من هاد الخياطه هادي، يعني فوق فوسط من الرشيمه غيجيونا بحال هكا غنبعدو ونديرو حيده. المهم على اي ان غتكمل ان شاء الله غادي نشاركها معكم تشوفوها كيفاش طلعت. وبالنسبه للهبطه هذه ديال القدام غتمشي كلها حتى هي بنفس الخديمه ديال الجناب، بنفس هذه الخديمه هذه كلها غتهبط هنايا ان شاء الله. نتمنى ان الدرس ديال اليوم اللي شاركت معكم طريقه ديال الترشيم تكون عجباتكم. بالنسبه للبنات هنايا رشيمه اللي عطينا السيده كيكونوا فيها هنايا العقيق مهرس هكا مدلي. السيده حببات انها ما ديروش ما بغاتش ديرو قالت لك غادي تحيد ليها ولا شي حاجه. المهم كيكون هذا هكا مدلي بحال الخريشيشه كيكون مدلي من هنا تيجي موديل زوين. شكرا لكم البنات والى عجبكم لا فيديو عطيونا لي لايك عطيونا لي لايك، ولا كنتي عمرك ما تابونيتي عندي وعجبتك القناه ديالي دخلي مرحبا بك. ان شاء الله غادي تستفدي منها بزاف ديال المسائل غنشارك معكم ان شاء الله. نتمنى ان هذا الفيديو هذا يعجبكم وبسلامه عليكم. لايك 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 باي باي.